أسامة ألف مبروك، كنت بتقول الماتش كان مفتوح الشوط الأولاني، والتاني الماتش أكتر. اتفتح أكتر الشوط التاني. هو طبعا مبروك النتيجة، نتيجة كبيرة يعني، 3 أهداف مقابل هدف، 3 أهداف أحلى ما في اللقاء للنادي الأهلي. لكن السيطرة على المباراة وعلى وسط الملعب تحديدا ما كانتش واضحة، لا في الشوط الأولاني وإحنا كلنا قلنا كده رغم إن إحنا كنا متقدمين 2-0، الشوط الثاني بقت أكتر. يعني في جهد مبذول، في كميات جري كبيرة من لعيبة كتير، ولكن التنظيم الدفاعي لفرقة النادي الأهلي ما كانش واضح. خطوط متباعدة، موديست قدام قوي، بيرسيتاو فتح على الطرف قوي، طاهر لما نزل بيلعب تحت موديست، رغم ان انت كنت محتاج تسيطر على وسط الملعب، انك كنت كسبان 2. علي معلول الجبهه بتاعته مفتوحه جدا من عبد الرحمن مجدي وياو انور والنجاز، ديانج وكوكا اصبحوا تحس ان هم في حاله توهان، يعني في كميات جري منهم ولكن متباعدين جدا، يا اما ضامين قوي على وسط الملعب، يا اما القدام قوي وسايبين منضمين على خط الدفاع، يا اما متقدمين قوي ناحيه خط الهجوم. ففي مساحات كبيره قوي سمحت للنادي الاسماعيلي الشوط الثاني انه يسيطر على معظم فترات الشوط الثاني. طبعا يعني تحيه خاصه للشناوي النهارده، برضو محمد عبد المنعم وياسر في مواقف كتيره أدوا بشكل كويس. مجمل المباراة أنت قدرت تاخد 3 نقط، استغلت معظم الفرص اللي جات لك كويس. يعني أنت لو حسبت فرص النادي الأهلي غير 3 أهداف مش هتلاقيها كتير قوي، في فرص طبعا لكن مش كتيرة قوي. في المقابل ما قدرتش تعمل اتزان في المباراة، يعني يمكن بلال كان قال لك أنه محتاج تعمل يعني اللي بقولك ايه ديلينج شويه، يعني تهدي الامور شويه وتعمل سيطره حتى لو بالاستحواذ بس، يعني حتى لو ما فيش خطوره لقدام بس سيطره الكره تبقى حتى لو استحواذ سلبي يعني. حتى لو استحواذ سلبي يعني الكره تبقى من رجل للرجل للرجل تحجم لعيبه الاسماعيلي. لكن بامانه لعيبه الاسماعيلي الشوط الثاني كانوا منطلقين جدا، سواء من الطرف اليمين سواء من الطرف الشمال، وتحديدا الطرف اليمين اكتر اللي كان فيه عبد الرحمن مجدي اللي هو مع بيرسيتا ومع الشناوي يعتبر وياو انور يعتبروا من نجوم المباراه يعني. مبروك للنادي الاهلي، 3 نقاط غاليين جدا، والنقطه السادسه الفوز الثاني على التوالي. لكن زي ما قلت لك شويه ما حسيتش باحكام السيطره على المباراه، وما حسيتش ان التغييرات عملت فرق كبير. يعني ما حسيتش ان التغييرات عملت فرق في مجريات اللقاء، لكن نتيجه كبيره. مبروك للنادي الاهلي وجماهيره والجهاز، وان شاء الله بالتوفيق في الماتشات الجايه يعني. ان شاء الله باذن الله.